هذا وقد أكد الدكتور محمد عبد المجيد العوضي طبيب صحة عامة بقسم مكافحة الأمراض خلال لقاء في برنامج بكم نعود، أكد أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي تندرج تحت المستوى الأصفر، على الرغم من انخفاض أعداد الحالات القائمة ووصولنا إلى مستويات متقدمة في مكافحة المرض. ما نبي نقول كلش برا الأمان، لكن احنا بنقول احنا مرحلة فيها حذر وتأهب، لأن الوضع الوبائي في العالم بشكل عام ليس مستقر، ما زال ليس مستقر. صحيح. الحمد لله في مملكة البحرين فضل القيادة الرشيدة وفضل الفريق الوطني والجهود المتماسكة مع بعضها، احنا قدرنا ان نوعا ما نقلل عدد الحالات وعدد الإصابات، لكن هذا ما يعني ان احنا خلاص طغينا على الجائحه. صحيح. يعني تشوف الوضع الوبائي بشكل عام في العالم. صحيح. ما زالت حالات مرتفعه، حالات نازله، فاحنا لما نرجع حق السؤال ونقول احنا وصلنا لمرحله الصفراء ليش؟ لان ما زال الفيروس موجود في العالم. صحيح. ممكن يكون في متحورات جديده، المجتمع وصل الى وعي، مرحله وعي احنا نحمد ربنا عليها. صحيح. يعني حتى اللي كنا في المرحله الخضراء وكان يسمح للشخص انه يفسخ الكمام مثلا في الخارج، احنا لو نفكر بينه وبين نفسنا شفنا احد فاسخ الكمام برا قليل. صحيح. تموا لابسين الكمام لان هم عندهم درجه من الوعي. حتى الناس اللي يحسون، حتى ياهل بتساله اذا انت مريض بتروح تزور مثلا يدك ولا بتروح حق بابا ولا بتروح، بيقول لك لا انا مريض. ما بعادي. وصلنا لمرحله من الوعي ان كل المجتمع يعرف هذه الاساسيات. فعلا دكتور.